عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نسمع آراء الصحفيين بعد الندوة الصحفية التي عقدها المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. تعالوا نسمع آراء الصحفيين. ياريت الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل من يدعمني بهذه القناة. جو مؤبون وأشكركم جميعا. فلاديمير بيتكوفيتش، ربما أهم النقاط هي أنه الناخب الوطني الجديد أكد على أنه لا يخاف الضغط السلبي، ربما هذا الضغط الذي يخافه العديد من المدربين وكذلك الذين يشاهدون المنتخب الوطني وكذلك كرة القدم الجزائرية التي تحوي على ضغط شديد من قبل الجماهير الجزائرية التي تركز على كرة القدم كرياضة أولى في الجزائر. هذا الناخب الوطني الذي أكد على ضرورة مواصلة البناء والمواصلة على نفس النهج وعدم تهديم ما تم بناؤه من قبل الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، وهو شيء ربما الذي حبذناه هنا في الندوة الصحفية، خصوصا وأن هذا الناخب يريد المواصلة ويريد العمل، وكذلك أكد على ضرورة تحقيق إنجازات في المستقبل القريب سواء في كأس أمم إفريقيا بالمغرب أو في كأس العالم والوصول إلى أبعد نقطة مثل ما فعله مع منتخب سويسرا كأول مدرب سويسري يصل بالمنتخب السويسري لثلاث تأهيلات لمنافسات قارية مع المنتخب السويسري وكذلك الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا كإنجاز تاريخي لهذا المنتخب في تاريخه الكروي، وهو ما نتمناه مع المنتخب الوطني أن يحققه. نظن بلي ان الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش كان صريح يعني في الكلام تاعو، وين قال بلي الضغط هو جزء من العمل، يعني شفناه بلي كان متفائل ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وهو ملم يعني على حسب الكلام تاعو واش كان يهضر، راهو على بال واش راح يدير وعلى بال المهمه تنتظر مع تنتظر فيه مع المنتخب الوطني، المهمه الصعبه، وراهو ملم يعني بكرة القدم الجزائرية والمنتخب الوطني. هذا يظهر أنه كان حضر يعني، وإن شاء الله نتمنى له الخير. إذا دون أبرز ما لاحظناه عن الندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش كان تأكيد لما كنا استقيناه من معلومات حوله، إنسان رزين يتقبل الضغط. كان هناك رغم الحضور الإعلامي الكثيف الذي حضر هذه الندوة الصحفية عرف كيف يسير الندوة الصحفية الأولى له التي تعتبر كحصة تعارف بينه وبين الأسرة الإعلامية. جد رزين يسير الضغوطات، سير جميع الأسئلة التي طرحت إليه، أجاب بكل شفافية وبكل صراحة. فضل أن يختار اللغة الأم التي يتحكم فيها الأكثر كي لا يكون سوء فهم أو ليكون رسالته واضحة أيضا بالنسبة للإعلاميين. اختيارات كانت دقيقة، ما يدل أيضا عن تفكير عميق ومدرب يفكر جيدا، وهذا ما استقيناه من معلومات أيضا حوله كونه أيضا يجيد أيضا التحكم في المجموعة. الأسئلة التي طرحت إليه كان أجاب لها بكل شفافية وصراحة. مشروعي مع المنتخب الوطني السير قدما وبتأني، لكن بتأني، وأيضا ضبط أيضا وإعادة المنتخب الوطني على الساحة الإفريقية كمرحلة أولى، وقبل ذلك التفكير في تشكيل مجموعة، هذه المجموعة التي لم نراها في الكان الماضية والتي تخلخلت وتهلهلت بسبب الحسابات أو اختيار العناصر. تذكر أيضا أنه ستكون هناك قائمة موسعة ل 45 لاعب، ستكون فيها أيضا قائمة لاعبين جدد سنراهم لأول مرة في المنتخب الوطني، ما يظهر أيضا عن مشروع وجرأة أيضا في اختيار لاعبين، وهذا يحسب عليه كونه في تجربته الأولى سيسعى لإسعاد الجماهير الجزائرية وإثبات لمسته كما ذكر في الندوة الصحفية، والقدوم مضي قدما مع المنتخب الوطني لكن بلمسته الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الناخب الوطني احنا الجديد شفناه اليوم أنه مرتاح جدا، جاوب تقريبا على كل الأسئلة، ولو أنه تحدث بالإيطالية بما أنه كان يريد إيصال رسالة إلى الجماهير الجزائرية وإلى الصحافة الجزائرية بأنه هنا من أجل قيادة المنتخب الوطني إلى أحسن النتائج، إلى التألق سواء في مونديال 2026 أو كأس إفريقيا 2025 التي ستجري بالمغرب. أعتقد أنه جاوب على تقريبا على كل الأسئلة ما عدا تلك الأسئلة التي كانت حول أسماء اللاعبين
الصحفيين الذين سيخرجون من حساباته. الناخب الوطني يعرف كل كبيرة وصغيرة الآن عن اللاعبين الجزائريين، وأنه كشف أنه وضع قائمة ب 45 لاعب من أجل أن يختار 23 لاعب يكونوا في الدورة القادمة المقبلة هنا في الجزائر، الدورة الودية في مواجهة تجمعهما ببوليفيا وجنوب أفريقيا. الآن الناخب الوطني مرتاح، لكن نحن في انتظار خوض المواجهات وتطبيق طريقة لعبه وتطبيق مشروع الرياضي هنا مع المنتخب الوطني، وبعدها سنرى ما سيكون. اليوم كان تقديم تاع الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش على راس العريضة الفنية للمنتخب الوطني، وشفنا تحدث عن العديد من الامور، اهمها الاهداف تاعو مع المنتخب الوطني المتمثلة طبعا في الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا المقبلة 2025، والتأهل أيضا إلى كأس العالم 2026 إن شاء الله بالولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تحدث عن الأهداف تاعو فيما يخص التربص المقبل للمنتخب الوطني، ربما راح تكون هناك لاعبين جدد راح يلتحقوا بالمنتخب الوطني إن شاء الله.